كيف تنظم هذه اللائحة، هذه العملية أو اللائحتين، كيف تنظم عملية المساءلة والنزاهة والشفافية؟ كيف نضمن، وش الإجراءات اللي تطبقها اللائحة عشان نضمن الوصول لهذه النتائج؟ طبعا المبدأ الأساسي في هذه اللائحة أو لائحة إخلاق المهنية هي تدعو أو تلزم أو تضع مسؤولية على كل متعامل من شأن المشتات الحكومية أن يكون ذو حساسية عالية تجاه شبهات الفساد، أن يكون لديه المبادرة للامتناع عن أي فعل أو أي تصرف بقصد أو بغير قصد أو بجهل الأنظمة قد يؤدي للإضرار بمصالح المشتريات أو مصالح الدولة أو الأضرار بالمال العام. فاللائحة بمجملها وكل قوانينها وبأدواتها هي دعوة وحافز وتحفيز وتشجيع للمتعاملين ليتوخوا أعلى درجات الحيطة والحذر وحساسية المواطنية عندهم في التعامل مع شأن العام. الإبلاغ فيها بنود تتكلم عن كيفية الإبلاغ، كيفية الرصد، كيفية الحذر من بعض التصرفات بجملتها، ولكن الهدف العام هو خلق هالحافز لدى المتعاملين ليكونوا أعلى درجة بالحذر والحرص والحساسية تجاه التعاطي بالشأن المشتري والمال العام.